بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نتكلم أحبتي في هذا الفيديو السريع والمختصر عن موضوع العملات الرقمية، والتي يعني خلال فترة من الفترات كان عليها إقبال كبير جدا على شرائها وعلى اقتنائها، وكان لها يعني خلال فترة من الفترات ارتفاعات كبيرة جدا على مستوى العملات الرقمية الأساسية منها، وخصوصا بيتكوين وأثيريوم وبقية العملات. طبعا في البداية لكي نتعرف على هذا الموضوع سنتكلم عن ماهية هذه العملات الرقمية. هذه العملات الرقمية يعني عبارة عن أرقام أو كودات خاصة، كل عملة رقمية لها كود خاص بها. عندما تمتلكها من خلال شرائها فأنت تمتلك عملة لها كود أو رقم خاص بها، يكون خاص بك. تقوم بشراء هذه العملات الرقمية من خلال منصات عالمية مثل منصات باينانس وكراكن وغيرها. هذه المنصات تفتح فيها حساب وتودع فيها أموال حقيقية من خلال بطاقتك مثلا، وتشتري مثلا بيتكوين أو ريبل أو إثيريوم، يصبح لديك محفظة فيها هذه العملة. هذه العملة تبعا للعرض والطلب والأسواق وأخبارها ترتفع وتنخفض يوميا مئات المرات على منصات التداول العالمية أو حسب الأسعار العالمية. أساسا هذه العملات الرقمية يعني كانت عبارة، أول عملة رقمية وهي بيتكوين كانت عبارة عن مشروع بحثي لطالب ياباني سنة 2009. بعد ذلك تم إطلاق هذه العملة الرقمية من جهة مجهولة بصراحة، وبسعر يعني بضعة دولارات، يمكن دولار أو دولارين كان سعرها بيتكوين في البداية. ارتفعت حتى وصلت في مرحلة معينة إلى أكثر من 60,000 دولار، وهي حاليا يعني لحظة إعداد هذا الفيديو حوالي 22,412 دولار أمريكي. الآن بعد بيتكوين انطلقت عملات رقمية، أصبح هناك جنون في إطلاق هذه العملات الرقمية، حيث أصبحت هذه العملات الرقمية أكثر من 3,000 عملة رقمية، بعضها مشهور على مستوى العالم مثل الريبل والإثيريوم والدوج كوين واللايت كوين والكاردان وإلى آخره. هذه العملات الرقمية يتم تداولها على هذه المنصات بشكل دائم، يشتريها كثير من الناس لكي يكون على أمل أن يرتفع سعرها في المستقبل ويربحوا من خلالها، على غرار ما حصل مع بيتكوين. لكن علينا هنا أن ننوه أن حتى يعني بتصريح الاقتصاديين المشهورين مثل مثلا رئيسة البنك المركزي الأوروبي، قالت أن هذه العملات الرقمية لا يوجد لها أي قيمة حقيقية كلها بدون أي استثناء، وهذا هو الواقع. هذه العملات الرقمية هي مجرد كودات أو أرقام يطلقها بعض الأشخاص، ويتم المتاجرة بها من خلال منصات وهمية أصلا. حتى منصة باينانس ومنصة كراكن وغيرها من هذه المنصات، هذه منصات وهمية وغير معترف فيها وغير مرخصة في أي دولة في العالم. يعني نحكي في أي دولة في العالم لها يعني وزن في الاقتصاد. الآن يعني حتى إنه هذه العملات الرقمية مثلا في دول الخليج العربي ممنوعة بشكلها الفوضوي الحالي، ممنوعة بصراحة، ولا يوجد عقوبات على التداول فيها، لكنها ممنوعة منعا باتا، مع أن بعض مواقع الإنترنت تستخدمها في الشراء والبيع. إلا أن هذه العملات الرقمية عملات وهمية ولا تحمل أي قيمة إطلاقا، ومنصاتها مثل باينانس وكراكن وغيرها من المنصات هي منصات وهمية، وفي أي لحظة يمكن أن تختفي وتذهب أدراج الرياح. ودليل ذلك في سنة 2012، وهذه قصة مشهورة يعني ممكن تطلع عليها على الإنترنت، شخص في كندا أطلق عملة رقمية انشهرت في وقتها، باعها بعشرات الملايين للناس، وكان لها منصة خاصة بها. بعد فترة توفاه الله في حادث سير رحمه الله، اندثرت معها العملة الرقمية والمنصة، لم يتم تحديثها واختفت وذهبت كل أموال الناس أدراج الرياح. هذا فقط مجرد مثال على أن هذه العملات الرقمية لا يوجد لها أي دعم تأميني أو نقدي في أي مصرف مركزي أو أي حتى أي بنك في العالم. لا يوجد أي تأمين على انهيارها أو اختفائها، لا يوجد أي تعويض على انه يتم ضياعها او انهيارها او يعني الغائها حتى. وهي في اي لحظه هي هذه العملات الرقميه ومنصاتها ايضا معرضه للالغاء او المنع او الانهيار بصراحه. والاستثمار فيها بهذا الشكل الفوضوي استثمار فاشل تماما. طبعا بعض الدول تنتبه لموضوع العملات الرقميه، انه عليه يعني مطلب العملات الرقميه مطلب عالمي لكل يعني
العالم، لكن ليست بهذا الشكل الفوضوي. حتى انه هذه العملات الرقميه، يعني هذه العملات الرقميه تعدينها يتم بطريقه مبهمه وغامضه، واصبحت تعدين تجاره. صاروا يبيعوا اجهزه يقول لك حط هذا الجهاز، هذا الجهاز بيعدل لك عمله كذا وعمله كذا، صارت يعني مجرد تجاره، وعملات اصبحت بالالاف، ويعني لا يوجد لها فعليا اي قيمه اطلاقا. الان هذا لا يعني بالمحصلة أنك لا تستفيد من هذه العملات الرقمية من حيث ارتفاعها وانخفاضها، لكن تستفيد منها بطريقة موثوقة. كيف بطريقة موثوقة؟ الآن شركات التداول العالمية بنظام الهامش، شركات الفوركس، بتوفر تداول من العملات الرقمية عبر الإنترنت بنظام الهامش. كيف بنظام الهامش؟ الآن أنت بتفتح حساب من خلال وسيط الفوركس، بتلاقي على منصة التداول تداول مثلاً بيتكوين، ريبل أو إثريوم، تقوم مثلاً بشرائها بنظام الهامش أو ببيعها. لديك خياران الآن بالاستثمار بالعملات الرقمية عن طريق الإنترنت، آمن جدا، لأنك أنت بتودع رأس مالك في الحساب، وبتقدر الآن على منصة مع العملات ومع الذهب ومع النفط تستثمر وتتداول بالعملات الرقمية من خلال منصة شركة فوركس الموثوقة طبعا التي ستختارها. الآن لديك الآن رافعة مالية. ما هي الرافعة المالية بهذا النظام؟ تضاعف لك القوة الشرائية مرات عديدة لكي تتمكن من التداول بما قيمته أضعاف رأس مالك الأساسي. لأن العملات الرقمية شركات فوركس مثلاً بتقدم رافع مالية مقدارها 1 إلى 5، هذا يعني أنه إذا كان رأس مالك أنت 1000 دولار أمريكي يصبح لديك مع الرافع المالية قوة شرائية ليست بألف فقط وإنما ب5000. أنت تستطيع أن تتداول العملات الرقمية ب5000 وليس ب1000. إضافة إلى ذلك، في هذا التداول عبر الإنترنت تستطيع أن تستفيد إذا ارتفع سعر هذه العملات الرقمية وإذا انخفض. يعني الآن مثلاً بيتكوين، إذا كان عندك تحليل أنه سوف يرتفع وقمت بصفقة شراء وارتفع فعلاً تربح، ولكن إذا كان عندك تحليل أنه سينخفض وقمت بصفقة بيع وانخفض السعر فعلا أيضا سوف تربح، لأن تستطيع أن تستفيد منها في كل الاتجاهات سواء ارتفعت أو انخفضت بهذه الطريقة. وفي نفس الوقت أيضا تستطيع أن تغلق صفقاتك في أي وقت وتفتحها وتعدلها في أي وقت بشكل تلقائي ويدوي، وتستطيع أن تسحب فلوسك كاش في أي وقت، وتستطيع أن تبدأ برأس مال بسيط. لكن هذا كله بشرط أنك أنت تداول نفسك من خلال شركة وسيطة موثوقة. الآن لأن بعض الشركات تقول لك أنا بستثمر لك وبتداول لك بربح مضمون، كل هذا وهم ونصب واحتيال. بعض الأشخاص بيقول لك نستثمر لك أو نعطيك توصيات تداول مضمونة أو برنامج تداول ذاتي مضمون الربح، كل هذا أيضا وهم ونصب احتيال. أساس هذا التداول أن تتداول تتعلم الأساسيات والتحليل والتوصيات بنفسك من الإنترنت أو من الشركة الوسيطة الموثوقة التي تفتح فيها الحساب. طبعا بالنسبة لدول الخليج العربي والمنطقة، أفضل الشركات في هذا المجال لتداول العملات الرقمية بنظام الهامش الشركات المرخصة بشكل رسمي كامل من سلطة دبي المالية أو من بنك الإمارات المركزي. مثال على هذه الشركات، وطبعا هذا ليس ترويج لأي شركة، مثال على هذه الشركات شركة XTB الإماراتية في دبي، مرخصة رسميا من سلطة دبي المالية، تقدم تداولات للعملات الرقمية وكل أدوات في منصة تداول واحدة. يمكن أن تفتح حساب برأس مال بسيط مثلا 500 دولار أمريكي فما فوق، يمكن أن تسحب نقودك في أي وقت بسهولة، السحب والإيداع والتسديد سهل وسريع. هناك حسابات تجريبية للتعليم، وهناك حسابات مصغرة برأس مال بسيط، وهناك حسابات إسلامية حلال خالية من أي نوع من الرسوم أو الفوائد والربا. شركة XTB مقرها في دبي شارع السعادة الطابق 12 من برج الإندكس، تقدم أفضل خدمات التداول. طبعا رابط التسجيل المباشر لفتح الحساب بدون وساطات أو عمولات لفتح حساب تداول في شركة XTB موجود أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف، تقدر تضغط على الرابط وتسجل التسجيل الأولي، بعد ذلك تتواصل معك الشركة حتى تكمل لك عملية تسجيل وتفعيل الحساب. الآن طبعاً إحنا في نقطة لم نتكلم عنها، وهي هل هذا التداول العملات الرقمية حلال أم حرام شرعاً؟ برأيي أنا يعني شخصياً، حسب ما استقرأت من آراء الفقهاء ومن يعني حتى أضفنا إنه يعني فهم ما هو هذا التداول، التداول الفعلي بشراء هذه العملات الرقمية حرام شرعاً بشكل مباشر، لأنها عملات وهمية لا قيمة لها، وهي يعني إلقاء بنفسك إلى التهلكة وعبارة عن تبذير، لأنه فعلياً هذه لا قيمة لها. الآن تداولها على الإنترنت حلال شرعا إذا كانت الرافعة المالية مجانية، وإذا كنت تتداول من خلال حساب إسلامي خالي من أي نوع من الرسوم أو الفوائد أو الربا أو العمولات، وإذا كانت تداولاتك بعقود عادية فورية وليست عقود آجلة، وإذا كان رأس مالك الأساس حلال شرعا، وإذا تداولت بناء على تحليل وليس بناء على لعبة حظ. وهذا الآن هنا يعني أصبح تتوافر شروط التداول الإسلامي فأصبحت حلال شرعا، والله تعالى أعلم. دائما أحبتي، إذا أصبت فمن الله، وإذا أخطأت فمن نفسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.